السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفيش اختلاف ان الميك اب بيغير شكل اي واحدة، ولكن برضو البشرة اللي شكلها حلو وصافية وطبيعية هي اللي بتكسب. طلعوا في الفترة الاخيرة حاجة اسمها نو ميك اب لوك، بمعنى اللي انت بتحطي ميك اب قليل جدا وبيبان ان هو طبيعي. ايه رأيكم النهاردة نعمل مؤشر حلو جدا جدا نقدر نحطه على اي مكان، على وشنا على شفايفنا، هيدينا لوك حلو جدا طبيعي، هيغذي البشرة وهيخليها ناعمة. احلى حاجة ان هو هياخد مننا دقيقة واحدة في المطبخ. المكونات هحتاج لسكر، زيت الاطفال، والبنجر او الشمندر. اول حاجة هعملها هاخد الشمندر دوت وايه واقشره، وبعدين ابشره. الشمندر او البنجر من الحاجات المفيدة جدا، سواء لو بناكلها او بنعمل بيها مسقات، استعملناه في حاجات كتير جدا قبل كده. ودلوقتي بالمبشرة الصغيرة ديت هبتدي اخد بس نصها مش اكتر من كده. ده بيكون شكلها كده. بنفس الكمية، يعني لو بشرتي معلقة او معلقتين من الشمندر قدهم بالظبط هتحطي السكر. نقدر نعمل المؤشر ده مرتين في الاسبوع. ودلوقتي انا حطيت السكر، وبعدين هحط الزيت. والزيت ده بيكون على حسب بقى نوع بشرتك. لو بشرتك دهنية اكتفي بقطرات بس، ولكن لو بشرتك جافة وخصوصا بقى لو احنا هو في الشتاء حطي معلقة. وكده السكراب بيكون جاهز، ريحته بتكون حلوة، ولكن طبعا لو اتبقى معاكي احتفظي بيه في التلاجة. ما تنسيش ان البنجر ده طبيعي وبيفضل كويس معاكي، ممكن يقعد اسبوع في التلاجة كويس. تعالوا بقى نستعمله على بشرة طبعا نظيفة. هنبتدي نعمل حركات دائرية، وزي ما قلتلكم تقدروا تحطوا على الخدود وعلى الشفايف وعلى ايديكوا وعلى اي مكان انتوا حابين يبقى ناعم وفعلا ريحته حلوة وكمان لون وردي. اعمل بقى على الايد التانية كمان. احلى حاجة في المؤشرات اللي تكون النتيجة بتاعتها فورية، والحقيقة ان هو نتيجته زي بالظبط المؤشرات الغالية اللي احنا بنشتريها وما كلفناش اي حاجة. سيبيه حوالي 5 دقايق 10 دقايق مش اكتر من كده، وخلاص كده اغسلي ايديكي، وبعدين طبعا بتنشفيها. بعد السكراب دايما لازم نرطب بشرتنا ولو باي حاجة بسيطة. وانا بقى نفس المكونات محطوطة قدامي، فهحط نقطة برضو من زيت الاطفال. زيت الاطفال نونو ده بحبه جدا، حلو جدا جدا، حتى كمان بحبه اكتر من جونسون. ريحته اخف وكده، وحس ان هو يعني بيمتص البشرة بسرعة. كده خلاص انا خلصت، وفعلا حسيت بنعومة من اول مرة. الباقي ده هغطيه واحطه في التلاجة، واقدر احتفظ بيه بعد كده واستعمله في وقت ما انا عايزاه. انا جربت قبل كده المؤشر ده وعملته معاكم على القناة، ولما قررت اقوم اعمله تاني دلوقتي قلت لازم اصوره لكم عشان افكركم بيه. اتمنى ان شاء الله النهاردة الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو تاني، ومع السلامة.